انا يعني طبعا متفق مع حضراتكم في معظم الكلام، لكن انا بصراحه لو انا بدرب الزمالك اخاف ان انا ابدا بفتوح في ماتش رتمه عالي قدام بيرسي تاو في ماتش زي ده. يعني البيرسي تاو لعيب بيخش العمق الملعب، ولعيب يعني من بصراحه من احسن الصفقات اللي عملها الاهلي. اخاف على فتوح انه يقدر يعني ان انا ان ان, إن, إن الزمالك يبدا بيه ويقدر ان هو يكمل فتره كبيره جوه الملعب. والحق صح فتوح يعني المفروض يعني فتوح لعيب كويس جدا وعنده خبرات كويسه قوي ولعيب دولي يعني ما يتخافش عليه بالشكل ده، يعني يوزع مجهود ورايه لا يعرف عنده خبرات يعني هو لو كان يعني لعيب يعني صغير وخبرته قليله وما لعبش على المستوى اللي لعب عليه فتوح اكيد ممكن الواحد يبقى عنده التخوف ده. صحيح. لكن اكيد مفيش فتوح أي تخوف. لا اكيد فتوح من اللعيبه يعني العناصر الاساسيه في خصوصا في دفاع النادي. طب عايز اسال حضرتك سؤال يا كابتن مختار، وحضرتك يعني استاذي واستاذنا في التدريب، دايما لما مدرب بيختار ثلاثه لعيبه يلعبوا في نص الملعب لازم يبقى في توازن بينهم كبير. تمام. واحد منهم نمره 6 مسمار اللي هو الدفاعي. تمام. اللي هو دونجا. وعبد الله اللي هو لعيب الكوره النمره 8 اللي بيعرف ان هو يهدي الريتم مع الكوره، والثالث لازم يكون لعيب نمره 8 سرعاته كبيره عشان يعمل التوازن. نعم. ده فهو عنده اثنين لعيبه بس في الثمانيه التانيين اللي يقدروا يقوموا بالحته دي، شحاته وعمر جابر، لان رؤى يعتبر سته تاني يعني. رؤى مش اللعيب اللي هيعمل لك الزياده جوه ال 18. لو اختار ما بين هل شحاته يتخاف عليه ان هو راجل عمره ما راجل صغير ولسه جاي الزمالك ويتخاف عليه ان هو يبدا بيه، ولا خاصه ان هو بدا بيه ماتش الاسماعيلي وطلعه بعد 28 دقيقه؟ هو مش هقول يخاف عليه، هو ما دام انا عندي العناصر اللي هي عندها خبره واللي هي تقدر تديني وانا اضمن افضل بكتير جدا من ادخل عنصر يعني انا يعني ايه يعني انا بديله عشان هو هيزيد. ماتش زي دوت اكيد الماتش لا ما الامور خالص الا لو انا مزنوق. لو يعني مثلا زي زمان النادي الاهلي في فتره من فترات لعب، انا زي ما انا يعني عشتها وشفتها يعني او وسمعت عليها، كان الزمالك متفوق والنادي الاهلي كان ساعتها اموره صعبه جدا جدا. وبعدين لعب السخارين السايس وقالوا مطروا لعبهم لانه مجبر انه يلعبهم. صحيح. فلما لعبهم اجادوا وعملوا نقله هايله جدا جدا وكان بقى تاريخ ليهم. فهذا الامر يعني لما كنا انا مزنوق او معامله، لكن لو انا مش مزنوق لا انا خلاص انا يبقى عناصري الاساسيه والمضمونه واللي هي يعني اللي هي يبقى فيها تقل اكيد تبقى هي الافضل. انا اقول لك انا حاسس الراجل اللي هيبدا ازاي. انا حاسس ان الراجل هيبدا بصبحي لان هو معتمد على صبحي في الماتشات الاخيره، ما عندوش قناعات. مدرب حراس المرمى ما عندوش قناعات بعواد ودي يعني او يعني بيقول ان صبحي بيتعامل مع العرضيات بشكل افضل وكده. عندي احساس ان هو هيبدا بالزناري والمسلوسي وحسام عبد المجيد وفتوح ودونجا وعمر جابر وعبد الله السعيد وزيزو وناصر منسي ومصطفى شلبي. ده احساسي يعني ان هو هيبدا بالتشكيل ده، لكن هنشوف. جوزيه جوميز بالقائمه اللي اختارها اللي اتجهت النهارده للسعوديه وطبعا في الرياض هيختار ان هو يلعب بمين. وعندنا كلام كتير هنتكلمه مع الكابتن مختار مختار والكابتن محمد صلاح بعد الفاصل.